السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، ده السمان الصغير اللي عندنا، عمره دلوقتي 20 يوم. طبعا هو كان محطوط كله على بعضه في مكان واحد، ولكن احنا من اسبوع فرقناهم عن بعض، القطيع الابيض والقطيع الياباني، وكان تحتهم السراند اللي هو الناعم ده يا جماعة، اللي هو ده شكله. طبعا بدأ ان هو يحصل فيه مشكلة، ان بدأ ان اعزكم الله الفضلات تتراكم تحت رجليهم وتلزق في رجليهم، وطبعا ده خطر جدا على حياة السمان وعلى روحه، لان طبعا دي بتبقى امونيا، بتطلع ريحة امونيا فظيعة عليهم، ممكن تتعب صدرهم. وعايز اقول لكم ان انا مات من عندي من السمان الابيض ده 2 في يومين ورا بعض، واحدة بسبب ان هي وقعت على الارض وشلتها حطيتها في السلاكة، ولكن هي سبحان الله تقريبا نزلت اتكسر فيها حاجة، وتاني يوم ماتت على طول. وواحدة تانية كنت حطلهم الأكلة اللي أنا بحطلهم في الحضانة، لأن طبعا ما كانوش لسه عارفين يأكلوا من الأكلة العادية بتاعتهم، فواحدة دخلت زنقت نفسها في قلب الأكلة الكرتونة واتخنقت، واخواتها وقفوا فوقهم ماتت. فهو سبحان الله بتبقى أسباب. طبعا نقلتهم يا جماعة، شلت السرند الناعم النهاردة وحطت لهم السرند الواسع، علشان بإذن الله الفضلات بتاعتهم أعزكم الله تنزل على طول بكل سهولة في درج التنظيف، لأن طبعا زي ما انتم شايفين السلك الضيق بتتحش عليه الفضلات من فوق وبتتراكم تحت رجلهم، ودي طبعا أملاح وحاجات تبوظ أصلا جلد رجلهم، فاحنا في غنى عن الكلام ده. طبعا زي ما انتم شايفين أنا نقلت برضو السمان الياباني فوق على برضو سراند العريض ده، وسايب المكان ده للسمان الصغير ان شاء الله اللي هو اخر تطلع طلع عندي من الفقاسة. هظبط لهم، لسه ما نضفتش السيراميك ولسه ما نضفتش برضو السراند ده، عايز يتغسل. فانا ان شاء الله طبعا هما لسه طالعين عندي امبارح، فلسه قدامي وقت ان شاء الله على اما اطهر وانضف المكان ده ليهم باذن الله. بس طبعا منضفه درج الفضلات علشان ما فيش اي ريحه تطلع على السمان باذن الله. وشلت من قدامهم الاكلات اللي هي زي ما قلت لكم الاكلات الكرتون اللي انا عاملاها، هوريها لكم اهي. دي الاكله يا جماعه اللي انا قصدي عليها، دخل الكتكوت في اخر مكان هنا اهو وزنق نفسه ومات، وخط وقفوا عليه. وطبعا حطت لهم النهارده مضاد حيوي وفي الميه يا جماعه، لان لاحظت في بعض السمان اللي هو الياباني فوق عامل بيبيع نفسه. بنعرف ازاي؟ بنلاقي اعزكم الله عند فتحة المخرج بتاعتهم معكوكة لازق فيها الفضلات، فاحنا نعرف من كده ان هو ده في عيانين يعني. فحطت لهم للسمان الابيض والسمان الياباني تحصينة كده من المضاد الحيوي، ان شاء الله وهتبقى الامور تمام. طبعا يا جماعة مقفلين عليهم خالص، لان طبعا الجو برد جدا يومين دول، في لسعة وفي مطر شديد. وكل عام وحضراتكم بخير، وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا للنهاردة، ويا رب يكون عجبكم ونال رضاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.